شكل وطريقة أسئلة وتصحيح امتحانات رابعة ابتدائي ومن المسؤول عنها خاص. التفاصيل الكاملة لامتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بنهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني في ظل الجدل الحاصل بين أولياء الأمور والمعلمين حول هوية هذه الامتحانات وشكلها وطريقتها والجهة المسؤولة عنها. وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم عن المديريات التعليمية والإدارات والمدارس وحتى المعلمين أنفسهم لا علاقة لهم بوضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول ونهاية الفصل الدراسي الثاني. وقالت المصادر ذاتها إن الوزارة وحدها سوف تكون المسؤولة عن وضع هذه الامتحانات ووضعها على منصة رقمية خاصة بها على أن يكون دور المعلمين والمدارس مقصورا على سحبها من على المنصة وطباعتها بشكل ورقي وتوزيعها على طلاب الصف الرابع الابتدائي وتجميعها وتصحيحها من خلال المعلمين في المدارس. ولفتت المصادر إلى أن المنصة الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون عليها أسئلة تخص كل المواد الأساسية التي تضاف للمجموع أو حتى غير المضافة للمجموع، وسوف تكون الوزارة هي المسؤولة عن وضعها من الألف للياء، وبالتالي لن تكون الامتحانات الخاصة بالصف الرابع مركزية ولا موحدة، في حين ستكون أسئلة الاختبارات الشهرية مسؤولية المعلمين عن كل مادة، أما نهاية الفصل الدراسي فهي مسؤولية الوزارة نفسها. وأشارت المصادر إلى أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي سوف تكون سهلة وبسيطة وتقيس الفهم ونواتج التعلم، وأغلبها عبارة عن اختيار من متعددة وصح وخطأ وشرح مفاهيم بسيطة مثل الخريطة عن أي شيء تعبر مثلا، واو هذه الصورة عن أي شيء تعبر، وهكذا مع عدم وجود موضوعات تعبير تقليدية مثل الذي كان متبعا، بل كتابة بعض العبارات التي تعكس فهم الطالب للموضوع الذي يكتب عنه بجمل قصيرة محددة، وأغلبها سيكون عبارة عن مواقف حياتية تتناسب مع طبيعة المنهج الجديد.